النهارده هنعمل تجربه ظريفه بين السناكس المصري والسناكس المستورد. هي يو، في احد مهام الاستكشافيه لقيت مكان يعتبر كنز بالنسبه لي اسمه صانع السعاده. حرفيا مش بيبيع غير السناكس المستورد بس، فاشتريت منه كام حاجه كده وهروح اشتري المصري اللي زيها. فيلا بينا. فدلوقتي هنجرب الحاجة مع بعض، بس ماذا لو كان معايا حد؟ ولا 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 معانا أمان صبحي، ماذا لو هنجرب معانا النهاردة؟ وأول واحد معانا ليز مستورد ب35 جنيه تركي. هاي. والمنافس القوي جدا شيبسي شيبسي بطعم الجبنة ب5 جنيه. ماشي، تبتدي بالمستورد ولا بالمصري؟ المصري احنا عارفينه. هو هنزله كأنه نزل بطريقة سحرية على ايدك. حسبي الله ونعم الوكيل. بسرعة. الريحة مختلفة. الطعم ايه؟ الكلاسيك. جامد. يا نهار قرمشة، سامع صوت قرمشة؟ مش مزيدة قوي. انا حاسة ان انا عايزة افتح شيبسي ده. ليه؟ ليه بقى؟ خايفة اتعود على النظافة. مستحيل. ده انا عارفين بس يعني نتأكد. شايف الريحة؟ الريحة لا لا، احنا نشجع المنتج المصري. بصراحة يا جماعة يعني مفيش مقارنة. انا عمري ما هجيب شيبسي مصري تاني. شغال. لا ما تكذبش. يعني ده اجيبه لولاد اختي. خد انت نسيت طعمه. يلا بينا على ثاني حاجه. ثاني حاجه معانا هو الدوريتوس. ده امريكي ويب 35 جنيه 75 قرش. وفي الناحيه الثانيه المتسابق الهيوخيوخ الدوريتوس المصري بالفلفل الحلو وب 3 جنيه. يبانوا مش مختلفين، نفس بس. اللون نفس الديزاين بس الطعم. هنفتح المصري دلوقتي الاول. كانت غابه زي المره اللي فاتت. اعملي نفسك بتفتحيه. اوه يا نهار ابيض. اشم الاول عشان مش اشم عشان اعرف الريحه. نايتي. لا الطعم قوي بصراحه، الطعم قوي. بس قرمشه. لا في عجينه، انا باكل عجينه وما استوتش كمان، فاهمه يعني؟ هم يعني ما حطوهاش على الشوايه من فوق. ده بقى نفتحه باهتمام يعني. شكرا شكرا. شمي ما ولا اي حاجه، مفيش اي ريحه. الطعم مش قوي زي الدوريتوس. بس الطعم احلى. ماشي، بس هنا الطعم اقوى. اللي كان بيرش عمال يرش كده، فاهم؟ اللي هو الامريكي بيرش كده. اللي الدوريتوس المصري الطعم اقوى بكتير، بس ده تحس ان هو يعني معجن. بس هو مش مقرمش برضه جامد، مش عارفه ليه. بصراحه انا اسف، بس المصري طعمه اجمل بجد. المصري اللي مش مصري. انا سامع صوت القرمشه من عندي. الامريكي قرمشه اقوى، بس المصري طعم اجمد. يبقى محدش هيكسب في الجوله دي. ده مش قادرين نحدد. ممكن تقولوا لنا في الكومنتات، مع انكم ما دقتوش، بس قولوا يعني عادي. لا قولوا اللي يهمكم اكتر، الطعم ولا القرمشه. معانا برنس القرمشه كرانشي المانشي كينج سايز، اغلى واحد في مجاله ب 43 جنيه. ايه؟ يا نهار اسود. والناحيه الثانيه هو المنافس المصري نازل يكح، وحجم كبير برضه ما يغركش، بالجبنه المشطشطه ب 5 جنيه. منافسة مضحكة، بس يعني هنجرب. هي فعلا منافسة مضحكة. أنا بحب الكرانشي، بس يعني أنا خايف. ده بالجبنة المشطشطة وده بالجبنة المولعة. شوف معلش
ولا مش مولع؟ ما هو الاثنين كرانشي. هو شيتوس كرانشي. شيتوس كرانشي. طبعا المفروض ان الشيتوس الكرانشي. اعمل لي موسيقى تصويرية. والله جميل بحبه جدا بالذات اللي هو الطعم ده. الريحة ريحة الجبنة جبنة. بحبه. جامد. طعمه قرمشة. ملوش ريحة خالص. دي بصراحة النقطة اللي ستتفوق عليها المنتجات اللي مش مصرية. خلاص بقى اركني اوف يا لهوي يا لهوي بيتي فور بيدوب في البق جامد يا لهوي. هو بيقرمش وفي نفس الوقت انت ما بتاكلش حاجة يعني انا بعمل كده خلاص هو بقى بطني دلوقتي. ايه ده؟ ده ليفل تاني. ده اقسم بالله حوار. ده انا كاني كنت باكل عصايه. البيتي فور فيس البقسماط. ايوه. انا خدت اتنين يعني صباعي عامل ازاي؟ مش حراق. هو المفروض بطعم ايه؟ احنا مش عارفين. هو بطعم الريد. ايه الريد ده؟ معرفش. غلطت قوي مش شيكس يا كريم. انا هاكل هجيب بقى اطلب شيكس ازاي تاني؟ هجيبه ازاي؟ عصايه. كنت لسه ماشيين بيها حالا. دوق دي؟ لا. انا محتاج يعني محتاجة استحمى عشان يطلع من ايدي. هنطلع فاصل صغير ونخش في التحلية. بتحب الكيمي كونو؟ ايه اكتر حاجة بتحبيها في الكون؟ الشوكولاتة اللي في اخر حتة. يا سلام جبتلك منها كيس. والله الشوكولاتة بس الشوكولاتة اللي يعني مش هجيب كون بقى واكله واستنى لا اتلذذ على طول. هو ب 55 جنيه بس يعني هنعرف دلوقتي يستحق ولا لا نعرف الاول. خدي افتحي من هنا اهو. انا عايز احطه دلوقتي. لا ماشي. ايه جامد مش قادر استنى. هو ليه ما فتحش؟ يا نهار ابيض. ايه اخر حته في الكون قبل ما ندوق بس اديهم عشان هم مركزين قوي معانا. حوار. مين اللي فكر في الفكره الهايله دي؟ اهم حاجه الطعم. هل يستاهل 55 جنيه؟ ان شاء الله هو كفايه. فين الكيس؟ فين انت؟ انا حاسس ان اول مره اكل شوكولاته في حياتي. هندخل على الكيت كات كرانش ارخص حاجه معانا النهارده ب 10 جنيه ببسكوت اولكر ده تقريبا ولا ايه؟ والمنافس المصري برضه في المنافسه عشان الروستد سوا برنس الاثنين منه ب 10 جنيه. اعتقد ان مش هيبقى في فرق يعني الفرق اعتقد ان الفرق في السعر. انا اتوقع ان الفرق هيبقى في القرمشه. انا بحب الشوكولاته انا من محبي الشوكولاته باكل شوكولاته كل يوم انا شخص انهلت تماما وبحب الحاجات دي كلها. طب بالنسبه لاسبوع الفيجيتيريان اللي كان بيحصل ده ما تحرمنيش قدام الفانز بتوعي. انا اصلا عيالها في كتكات بحس دايما البسكوت بايت. هي اتحسبت ان احنا كلنا شوكولاته يعني مقارنه باللي هنشوفناه ده كده اتحسب علينا ان احنا كلنا كيت كات يعني. فهنشوف ايه الحوار هنا. استني 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 احنا كان بيضحك علينا يا شباب في طعم كده اللي هو حسب حد البسكوت بيقرمش الشوكولاته مش هو الواو بس شوكولاته يعني اقدر اقول ان انا كات شوكولاته. شكر اقل بالظبط. ايمان الكيت كات ولا اخر حته في الكون اللي انت لسه واكلاها من شويه بقى؟ دي حاجه ودي حاجه. واخيرا وليس اخرا لبن ترايدنت والمنافس الاجنبي ب 15 جنيه بينما الناحيه الثانيه المنافس المصري اللي غير مفهوم خد بالباقي البان ترايدنت المصري 5 جنيه بس. ايمان ما بتاكلش اللبان فهنبدلها بالتوأم. هلا والله هاي جدا خيكو. دلوقتي هنجرب اللبان. تبتدي بالمصري ولا المستورد؟ بص انا عارفه اصلا المصري بيقول ايه فبتدي كده المستورد نشوف الكلام بيقول ايه. ماشي وانا هدوق المصري عشان نسيه. متاكد انك عايز تبدا انا هبدا بس بدي اشوفها بتقول ايه عشان الاول كانت جامده اول ما نزلت ف ف ف ف ف طب نركن دي دلوقتي انا عارفها. ريحتها حلوه قوي. ايه مال سايب واحد بس. لا ثواني قبل ما اجرب دي معلش هجرب دي بس اشوفها بتقول ايه عشان الاول كانت جامده. بقت وحشه قوي. بلاستيك.
اصلا طعمها هيروح من بقك بعد 3 ساعات. هو مفيش طعم اصلا. فكك بقى الجو ده خالص بالظبط. يعني هي قلب على نعناع، كرفه على نعناع اساسا. فراوله بتنشع في البق. انت بتفتح البدله من هنا وبقك بيبقى فراوله كتير. تدوس عليها طلع لك فراوله بجد. ريلي ستروبري على الاقل بتتاكل. جامده. دوي يا امل. ما بحبش الدوي. نوب كده يكون الفيديو خلص. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، واعملوا سبسكرايب عشان نشوف الفيديوهات الجايه. اشوفكم الفيديو الجاي. هب هب.